حل الربيع في الولايات المتحدة ليحل فيه قادة دول مجلس التعاون الخليجي ضيوفا على باراك أوباما في كامب ديفيد قبل حلول الصيف الصاخب الذي قد يشهد حدثا تاريخيا بالتوقيع على اتفاق نووي مع إيران. هذا الاتفاق رغم أنه يمثل شكليا تنازلا عن أجزاء مهمة من المشروع النووي الإيراني سيفتح يدها المغلولة بفعل العقوبات الاقتصادية الدولية في عز توغلها وتغلغلها الإقليمي من خلال أطراف تعمل لها بالوكالة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان. الدول الخليجية التي عاشت جوا من التوتر بسبب الملف النووي تريد الاطمئنان من ان الاتفاق بين طهران والقوى الكبرى يصب في مصلحة امنها الذي استفزته طهران طوال عقد من الزمن من خلال التلويح بتهديد حركة نقل النفط والملاحة البحرية وخطف السفن واطلاق مناورات عسكرية في منطقة الخليج وتضخيم ما تصفه بالخطر الامريكي في المنطقة. أما هذا الخطر فقد تبدد منذ فترة وأصبحت اللقاءات بين كبار المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين أكثر من عادية للمواطن الإيراني الذي عوده قادة النظام على وصف الولايات المتحدة بالشيطان الأكبر، مع ريبة في بلاد العرب من هذا التقارب الذي يتزامن مع مواجهات دامية تصطف إيران في كل منها، إلى جانب الأنظمة الموصوفة بالفاشلة والقوى المتمردة مرة بالحضور المباشر ومرة بالدعم والإسناد. ملفات كثيرة تثير قلقا يحمله القادة الخليجيون إلى أوباما، فبالنسبة للثورة السورية على سبيل المثال ظلت واشنطن على موقف يعتبره العرب خجولا في مواجهة آلة القتل التي يشغلها النظام السوري دون هوادة رغم اتفاق واشنطن مع العرب على خطر تنظيم الدولة. الله أكبر! أما العراق الذي لم ينهض بعد من كبوة الأزمات التي حلت به بعد غزو الولايات المتحدة وحلفائها، فتعبث به ميليشيات تحركها طهران بذريعة الوقوف في وجه تمدد تنظيم الدولة الإسلامية. المشهد في اليمن يصبغه الدم ورماد الدمار رغم ترحيب واشنطن بالعمليات التي يطلقها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بسبب انعدام الحظوظ السياسية لحل الأزمة في ظل استمرار الحوثيين بالتمدد والتوسع، والأرجح أنه سيكون للقضية الفلسطينية حضور في المحادثات في كامب ديفيد مع تسلم ائتلاف حكومي إسرائيلي متشدد زمام السلطة في إسرائيل، وهو ما قد يعقد المشهد الإقليمي بما قد يحمله من تطورات وربما مغامرات عسكرية إسرائيلية على أكثر من جبهة. واشنطن في المقابل لديها مآخذ على حلفائها العرب فيما يتعلق باجتثاث مصادر تمويل الإرهاب وانضمام رعاياها إلى المجموعات المتطرفة، فمثلما ينتقد العرب الإدارة الأمريكية علنا وجه باراك أوباما قبل لقاء القمة اتهاما علنيا اعتبر فيه أن دولا خليجية تقف وراء تأجيج العنف في ليبيا، لكن مع هذا تقدم إدارة الرئيس الأمريكي يدا وتؤخر أخرى لإرضاء حلفائها الاستراتيجيين على أساس العلاقة الراسخة مع كل من هذه الدول، منها تدريب جيوشها ورفع مبيعات الأسلحة ونشر درع صاروخي على الضفة الجنوبية للخليج. صحيفة نيويورك تايمز أشارت إلى خيار عملي آخر هو إعلان المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفين خارج حلف شمال الأطلسي ناتو، وهي نفس الدرجة التي حظيت بها الكويت عام 2004 بعد غزو العراق وقبلها البحرين عام 2002 باعتبارها مقرا للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. ومهما تكون الصورة الحالية لما يجري على أكثر من صعيد في الشرق الأوسط، فالأكيد أن قمة كامب ديفيد الأمريكية الخليجية ستكون لها تداعياتها على المديين القريب والبعيد وبأكثر من شكل في منطقة تعج بالمفاجآت.